علمت الجريبارت من عدة مصادر مؤكدة أن 13 وزيرا من الحكومة الحالية في السلطة في الجزائر في المقعد الساخن، وسيتعين عليهم المغادرة كجزء من تعديل وزاري قادم يتم إعداده حاليا في القصر الرئاسي بالمرادية. في الوقت الحالي تم تكليف مستشاري عبد المجيد تبون رسميا بجمع السير الذاتية والبحث في ملفات تعريف جديدة في محاولة الاقتراح بدائل للوزراء في قائمة البداية، قائمة تضم حتى الآن 13 وزيرا علمناها من مصادرنا، قائمة لم يتم تشكيلها بعد حتى عودة الرئيس عبد المجيد تبون إلى الجزائر العاصمة من برلين في ألمانيا. وبحسب مصادرنا نجد بين هؤلاء الوزراء 13 وزير العدل المثير للجدل بالقاسم زغماتي، حيث أصبح الأخير الذي حكم بقبضة من حديد منذ 1 أوت 2019 قطاع العدل عبئا لنظام تبون. فالزلات الأخيرة للعدالة الجزائرية في عدة قضايا لسجناء رأي مثل قضية وليد نقيج المسجون ظلما لأكثر من عام على أساس ملف فارغ تماما، أو رشيد نكاز الخصم الشهيد في قضية أكثر السجون عزلة في البلاد. انتهى بها الأمر إلى تآكل صورة وزير العدل، بينما تمتع الأخير بمصداقية معينة في عام 2019 مع الإجراءات القانونية التي بدأت ضد الأوليغارشية وكبار المسؤولين في عهد عبد العزيز بوتفليقة. نجا بالقاسم زغماتي الوزير القوي ولبيب عشية الغايد صالح حتى نهاية عام 2019 من وفاة رئيس الأركان الراحل طوال عام 2020 بسبب علاقته المتميزة مع العديد من قادة المؤسسة العسكرية الجزائرية وقربه من بعض المستشارين المؤثرين للرئيس تبون. كما نجا زغماتي من حملة التطهير التي نفذت ضد عشيرة القائد صالح من قبل نسخة السلطة الجزائرية الجديدة المتمثلة في القائد شنغريحة وتبون، لما أثبته من فائدة في الحملة التي نفذت ضد نشطاء وشخصيات الحراك. كان الزغماتي مطيعا وفعالا وقاسيا ضد مناضلي التغيير الديمقراطي، وقد جعل من نفسه لا غنى عنه طول عام 2020، لكن وفي عام 2021 يريد النظام الجزائري تحسبا لمواجهة تحديات جديدة مثل العودة المحتملة للاحتجاج الشعبي أو العنف أو صدمات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تخنق الجزائر. بعد أن خدم صناع القرار بشكل جيد يمكن بالتالي إقصاب القاسم زغماتي في التعديل الوزاري المقبل، ويمكن أن يكون بديله المحتمل رئيس المحكمة العليا عبد الرشيد تابي، وهو خادم مطيع آخر للنظام الجزائري الذي جعل حياته المهنية داخل العديد من المؤسسات الرئيسية في النظام. على الرئيس تبون أن يقرر بشكل قاطع مصير زغماتي عند عودته، كما سيتعين عليه أن يقرر مصير العديد من الوزراء الآخرين في قائمة البداية، وهم فرحات أيت علي وزير الصناعة، وزير الإسكان والعمران والمدينة كمال نصري، أو عبد المجيد عطار وزير الطاقة، أو وزير التجارة كمال رزوق. وقد تم بالفعل إعداد قائمة بدلاء تشمل عدة أسماء مقترحة على تبون لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن بين آخرين والي الجزائر الحالي يوسف شرفة، أو الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن الوطني عبد القادر قارة أبو حدبة، كما تم الكشف عنه أمس الاثنين من طرف الجريبارت. أخيرا تجدر الإشارة أنه في الوقت الحالي فإن تشكيل الحكومة المستقبلية في مرحلة التفكير، ولا يمكن اتخاذ أي قرار رسمي قبل حلول 22 فبراير. وقالت مصادرنا أنه يتعين تشكيل الحكومة المستقبلية في بداية شهر مارس المقبل بسبب الغياب الطويل لعبد المجيد تبون الذي لا يزال محجوبا في ألمانيا بسبب بروتوكول العلاج الخاص به.